السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم راح اعمل لكم معمول محشية بعجوة التمر. قبل ما نبلش المقادير يا تدعمونا باللايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. هلا هبلش بالمقادير. عندي هون 6 كاسات طحين، كاستين سمنة، 3/4 كاسة سكر، 3/4 كاسة مي مجمدة. عندي ظرف فانيليا ونص كاسة قطر صغيرة. يلا مع بعض نشوف الطريقة. هلا رح بلش اول شي اخضيف السمنة. ونضيف الفانيليا وهلا رح اعجنهم مع بعض بهي الطريقة. انا هلا هيك خلصت رح احطها بالثلاجة بالفريزر لمدة 10 دقائق وبعدين ارجع اشتغل فيها. هلا رح اجيب كاسة كبيرة واضيف لها سكر وكاسة مي مجمدة. وهلا رح اخلطهم رح ادوب السكر عشان اشتغل فيها لحظة. رح ارجع بعد 10 دقايق. هلا رح طالعها العجينة بالفريزر وعجنها مرة ثانية. هضيف لها 1/4 كوب قطر، يعني مقدار 2 معلقة قصدي. هضيف شوية ماء تدريجيا، المي هضيفها تدريجيا. راح اعجنها هيك، راح بس ادورها عشان العجينة تشرب المي. هاي الطريقة. افتكر المي مثل ما انتم شايفين العجينة شربت كل المي. وهلا رح ارجع احطها بالفريزر لمدة 10 دقايق على 1/4 ساعة ارجع اشتغل فيها. انا هون جبت عجوة التمر رح اضيف عليها القرفة ناعمة وراح اضيف عليها شوية زيت عشان تلين معي. وهلا هيك انتهينا من العجوة. حابة اقول ملاحظة بس، اذا ما في عندكم زيت حطوا سمنة، اذا ما في سمنة حطوا زبدة حسب ما انتم بدكم. وهلا رح نشكل البسكوت. وهلا انا جهزت العجوة عملتها مدوكرات صغيرة ورح طالع العجينة من الفريزر. هي مثل ما كنتوا شايفين كتير طرية. وهلا رح نبلش شكل. اللي ما عنده قوالب رح نستعمل تبع عصير الليمون، الغطا تبع عصير الليمون. هلا هورجيكم كيف. هلا جبت الصينية حط عليها ورق الزبدة.
مثل ما انكم شايفين بهاي الطريقة راح اطلع عجوة واسكر عليها. مثل ما انكم شايفين هلا رح زين وشو بهي الطريقة الرسمة اللي انتو بدكم اياها. هنعمل وحدة تانية عشان اورجيكم بس الطريقة. ارجع احط الكيس وراح احط العجوة وسكر عليها. راح اسحبها بهاي الطريقة. اما الرسمة مثل ما انكم بدكم. خلص ورجعكم تاني. هلا هيك بنكون خلصنا وهلا راح احطها بالفرن على درجة الحرارة 200. وهي النتيجة النهائية مثل ما انكم شايفين. هلا راح اوريكم وحدة من جوا. شوف قديش هي مقرمشة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا.